و و هو ده اللي قدرت عليه؟ شكلها عدت على خير. سوينا نشاط في المدرسة سميناه أنا وأبي، كل أسبوع راح نستقبل والد أحد الطلاب اللي المفروض يسوي لنا برزنتيشن ويكلمنا عن عمله ويشرح لنا عن أهم الأشياء اللي يقوم فيها كل يوم. راح نبدأ هذا الأسبوع بمنصور. منصور، يا ريت تخبر الوالد وموعدنا بيكون إن شاء الله بعد 3 أيام. أستاذة نهلة، تقدرين تتابعين الدرس؟ خبر ولا أحلى، أبوي راح يخبرنا أشياء وايد حلوة عن الطيران والبلاد اللي يزورها في شغله. إن شاء الله بعد المدرسة، بعد المدرسة ما تنساش. ها؟ يا ترى ليش الأستاذة نهلة بتزور أمي؟ تزور أمي؟ زيارة عادية، يمكن تعرف. إيه تعرف، أكيد تعرف. إيه الأستاذة نهلة اجتماعية وتحب تتعرف على الناس، صح؟ إيه طبعاً، أو يمكن مثلاً تبى تخبر أمك عن عمايلك السودة في المدرسة. عمايلي السودة؟ بس أنا ما جت سويت عمايل سودة. بسوي لهم عرض كامل عن شغلي في مجال الطيران، وبشرح لهم عن الطيارة وعن المغامرات والأشياء اللي تستوي معاي في الشغل. شو رايك؟ راح يكون برزنتيشن خطير، بس لازم نحضر عدل، يعني بيكون برزنتيشن كبير. وانا جاهز لكل شيء. انا جاهزة لكل شيء. لا مشكورة، ما في داعي بالمرة. ليش؟ صحيح، ليش؟ لأن اللي بيشارك لازم يعرف عن الطيران، صح؟ بس أنا طير. مو بنت، أقصد سارة. مو مشكلة إذا سارة تبغي تساعد. منصور، أساس الطيران هو العمل المشترك وروح الفريق الواحد. الطيارة عشان تطير يبالها أكثر من شخص، يعني فريق كبير من الناس يشتغلون بأخلاص مع بعض عشان الرحلة تتم بنجاح. أوكي، بس بشرط ما يشاركون في تقديم البرزنتيشن. ها عبيد، قولي الله يخليك، كيف بتحلي مشكلتي؟ راح أخليك تستوي بطل. لازم تتغير صورتك اللي رسمتها بعمايلك السودة في ذهن الأستاذة نهلة. ببساطة لازم تستوي بطل بالنسبة لها. أوكي، كيف ناوي تسوي هالشي؟ راح ألبس مثل الحرامية، أسود في أسود من فوق لتحت، وانتظر الأستاذة نهلة عند مدخل بيتك بعيد عن الأنظار، كأني وحش جاهز ينقض على الفريسة. أوكي، ومن تقترب الأستاذة نهلة من المدخل أجري وأخطف شنطتها من إيدها. أبي، وأنت يا بطل تتدخل لإنقاذ الموقف، بتلحقني وبتضربني، بعدين تأخذ الشنطة مني وتردها للأستاذة نهلة. أنا مو بمصدق اللي سمعته. يعني موافق على الخطة، صح؟ طبعاً موافق، بس بسألك، بتسمح لي أضربك، صح؟ شو يعني؟ ما فهمت. أقصد أنه لازم أضربك ضرب واقعي عشان الأستاذة نهلة تصدق. هي بس لا تزودها. طبعاً طبعاً، أنا أصلاً من الأساس كنت مفكرني أكافئك على مساعدتك لي. شو رايك ببيتزا؟ من الآخر، مقابل البيتزا تقدر تضربني كف وشوتة. ما بيكون ضرب واقعي إذا كان بس جي.
أبا منك كف شوتين. زيد ساندويتش شاورما لحم وقل لي مبروك. اتفقنا، مبروك عليك البيتزا والشاورما. لحم لحم. يعني ما بتخبرنا عن موضوع البرزنتيشن اللي بتسويها مع أبوك؟ لا، خلها مفاجأة أحسن. حبيبي أبوك طيار، يعني مو بصعب نعرف عن شو البرزنتيشن بيكون. وانت شو بتسوي بخصوص زيارة الأستاذة نهلة لبيتكم؟ الموضوع متضبط على الآخر، صح يا عبيد؟ شو مشكلة طارق؟ أحسه وحيد وملون. هلا ومرحبا يا أستاذة نهلة، شرفتينا. الله يسلمك يا سيلم. بس أستاذة، ممكن أعرف سبب الزيارة؟ من باب العلم بالشيء، ما بأكثر يعني. لا 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 لا، ولا حاجة، زيارة روتينية، ما تاخدش في بالك. وهو لابس كده ليه؟ لا بس الله يسلمك، يسوي دايت هاليومين وكل يوم يجريني، شكله بالغلط علقت شنطتك في ايده. يعني حادثة بسيطة مو متعمدة بالمرة، صح عبيد؟ صح دايت، يا لسه اسوي دايت. تصدق اني افتكرتك حرامي يا ودي يا عبيد. على العموم معلش، جت سليمة. سليمة. انا الحقيقة ما كنتش عايز اعرف حد بهواياتي السرية في الكاراتيه، بس جت كده. من نصيبك يا عبيد. كاراتيه؟ لا الحمد لله يا سليمة، يمكن ما ادري. اعمل حسابك، اثنين بيتزا وثلاثة شاورما ولا بفضحك. هو بيقول ايه؟ لا لا ولا شيء، سلامتك، تفضلي تفضلي. اجزاء الطائرة الاساسية هي الجناحان، الهيكل، مجموعة الذيل، جهاز الهبوط، والمحركات. وانت اكيد متذكر شرح كل جزء من هاي الاجزاء، انا لخصتهم لك البارحة. هي لاحظ، وبصراحة تلخيصك ساعدني وايد نانو. ما شاء الله عليك يا منصور، ان شاء الله باكر بنسوي برزنتيشن ممتاز، وطلاب الصف اكيد بيستفيدون وايد. نانو، راجعت كل الفقرات وتأكدت ان ما في اخطاء املائية او نحوية؟ هي راجعت كل شيء. تصبح على خير يا نانو، انت بعد يبالك ترتاح. تصبح على خير يا منصور. وانت من اهله. تصبح على خير يا نانو، انت بعد يبالك ترتاح. وانت من اهله. صباح الخير امي. وين ابوي؟ شو تبغى تفطر حبيبي؟ مو مشكلة الحين، المهم أبوي وين؟ أمي وين أبوي؟ الصراحة اتصلوا من الشغل في الليل في الليل، وكان في رحلة طيران طارئة كان ضروري هو يطلع عليها، فاضطر إنه يصير. شو؟